ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة، وهنبدأ مع بعض الشوط التاني ونضم ضيفي اللي مشرفني ومنورني طبعا حسام الحلو. منورني حسام. ربنا يخليك، انا مبسوط جدا ان انا مع حضرتك النهارده بجد. انت منورنا ومشرفنا، وطبعا انا شفت ماما معاك بره. أيوة. طبعا ربنا يبارك فيها ويخليها يا رب. ربنا يخليك. مبسوطه ان انا بقيت بتعرف بكل جمهور الاهلي اللي بدا يكلمني يتواصل معانا من خلال يعني برنامجي في قناه الاهلي، ده شيء يشرفني. انا طبعا متابعين حضرتك من زمان طبعا ماما، يعني انت اكتر حد بتتفرج على البرنامج بتاعها من ساعه لما كنت على القنوات الثانيه. حتى احنا قناه الاهلي كنا يعني بنتفرج عليها، بنتفرج على التحليل وكده، لكن ان حاجه تجمعنا ان انا الاقي ماما بتتفرج على قناه الاهلي والصبح وبتاع، فدي حاجه مش معتاده، لكن هي بتتفرج علشان ده شرف ليا والله يا حسام، تسلمي. وشرف ليا ان ماما تتابع من قناه الاهلي، ده انا سعيده جدا بجد بالجمله دي. ربنا يخليك. هي القناه يعني فعلا لما كل حاجه يعني في كل البرامج وبتاع، فهي ماما طبعا دايما متابعه. انت بتحب برامج التحليل زيي صح؟ بالظبط. اه طبعا الكوره اهم حاجه طبعا، وانا كمان بقعد اتفرج عليهم، بحب قوي اتفرج عليهم. انا طبعا مبسوطه بوجودك معايا. ربنا يخليك. نورني النهارده. قولي بقى الاول، انت خريج، انا عارفه ان انت لسه نتيجتك طالعه والحمد لله نجحت. الحمد لله النتيجه طالعه الاسبوع اللي فات. ايوه. انا خريج اداب اسباني. ما شاء الله. جامعه حلوان. ما شاء الله. والحمد لله جبت تقدير جيد الحمد لله. ما شاء الله نجحت الحمد لله بتقدير كويس. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الف مبروك. ربنا يخليك. وقولي بقى انت ليك اخوات تانيين؟ انا عندي احمد برضو اكبر مني بثلاث سنين. ما شاء الله. وخريج برضو كليه تجاره جامعه القاهره. ما شاء الله. وانتوا الاثنين كرويين اهلاويين متعصبين. احنا الاثنين من زمان، يعني احنا البيت عندنا كله طبعا كلنا بنحب الكوره، يعني حتى من وانا صغير، وانا تقريبا عندي 6 7 سنين، ما شاء الله، كنت بتفرج على الماتشات. كان في اللي هم الاطفال اللي بيمسكوا ايد اللعيبه وبيطلعوا مع اللعيبه، فانا كنت حابب ان انا اطلع في التلفزيون مثلا امسك ايد اللعيبه وبتاع. فكان في اكاديميات كوره جنبينا فعلا بتاخد الاطفال بتوديهم يمسكوا ايد اللعيبه، والاطفال اللي بيمسكوا ايد الاعلام وبتاع. فانا فعلا روحت قبل كده كذا مره وطلعت في التلفزيون، يعني من وانا صغير انا طلعت في الكاميرا وكنت ماسك ايد اللعيبه وبتاع، بس الكلام ده تقريبا يعني من 10 15 بس سنه. كنت فرحان ومبسوط طبعا. احساسك يعني ايه بقى وانت معانا دلوقتي في قناه الاهلي؟ انا طبعا مبسوط، لان انا طلعت الماتش اللي فات او اللي كان من 10 15 سنه ده، كان برضه ماتش الاهلي، ويعني كانت حاجه مبهره بالنسبه لي ان انا شايف كل لعيبه الاهلي قدامي، فدي كانت حاجه بسطاني جدا طبعا. ربنا يسعد قلبك. ربنا دايما يا رب. طيب انت بقى قول لي، انت اخوك الاكبر منك خلاص احنا عرفنا، مين بقى اللي حبايبك في الكوره كان بيتفرج الاول؟ اكيد بابا، بما ان بقى ماما ما كانتش بتتفرج. اه طبعا، يعني من ساعه ما انا كبرت اخويا كان اكبر مني ب4 سنين، فقبل ما انا كبرت وكده يعني انا اتربيت لقيت ان لا لازم الماتش الاهلي يبقى كله في البيت موجود وبنتفرج ومتابعين الكوره، والماتش يخلص برضه بنتفرج على التحليل، يعني مش الماتش يخلص خلاص. خلاص أيوة. لازم التحليل، ودي كانت فاول ولا لا، ودي كانت اوت ولا لا، ولازم نتفرج على كل التحليل. هايل والله، دي حاجه جميله. بص انا اكتر حاجه اسعدتني بجد في وجودي في قناه الاهلي ان انا بقيت اشوف جمهور الاهلي. انت طبعا منورني النهارده. ربنا يخليك. طيب قول لي بقى انت يعني بتفكر في حياتك ازاي؟ انت ايه اللي ممكن تكون يعني غير انت جيت خلاص معانا قناه الاهلي واكيد انت خلصت اهو. ايوه. بتفكر تعمل ايه بقى؟ والله انا يعني برضو بحب التمثيل، يعني انا من هواياتي التمثيل. كويس. من وانا صغير برضو انا بحب التمثيل، يعني في اطفال بتبقى شقيه كده اللي هو الولد اللي يمثل على مامته ان هو نايم وبتاع وهو مش نايم، فانا كنت جربت عليهم في البيت يعني الاول. بالظبط. فانا كنت الطفل ده، فمن وانا صغير بحب التمثيل وبحب الكاميرا، ولا انا عايز الناس تشوفني وانا طالع في التلفزيون والناس تتفرج عليا في الشارع تقول ايه ده، مش ده اللي كان لسه في القناه وبتاع. فدي حاجه بسطاني من صغري، فبدات فعلا في المجال ده من 2012 تقريبا. كويس. كان في واحده صديقه والدتي استاذه امير البلاوي طبعا، كان عاملين زي سيت كوم كده. تحيه طبعا. كان عاملين زي سيت كوم كده اسمه البنسيون، فكانوا عايزين شويه اطفال كده قاعدين في درس وبتاع. بس فمن ساعتها انا بدات بقى في المجال التمثيل ده، فرحت كنت يعني عملت تقريبا جمله او اتنين، الكلام ده في 2012. اوكي. فبعد ما اتعرضت على التلفزيون فلقيت ان انا ظاهر على التلفزيون، انا بتفرج على نفسي في البيت. بالظبط انا هو. فدي حاجه بسطتني جدا طبعا، ولا انا لازم اخد الموضوع ده جد، ولازم انا اكمل في المجال ده، ولازم اعمل حاجات اكتر واكتر واتشاف من الناس وابقى مشهور ان شاء الله تبقى كده وتحقق كل. احنا لسه لينا هنكمل، بس انا هستسمحك نقول وصفتنا النهارده. احنا هنعمل وصفه سريعه للكيك. الناس اللي مش حابه نسبه سكر ممكن نعمل كيك من زبادي، والزبادي اللي يقدم عند حضراتكم ما ترموهوش، يعني ان ممكن نحطه في الكيك مش هيجرى له حاجه، خصوصا لو الزبادي ده المعلب بتاع السوبر ماركت. خلينا ننزل 3 مكونات بالظبط، هنعمل منهم كيك خفيف ولطيف جدا. عندي حوالي 400 جرام من الزبادي اللي هم علبتين من العلب اللي هي المتوسطه، وعندي 4 بيضات، وعندي شويه من النشا،
تقريبا 40 جرام، يعني نقول مثلا معلقتين كبار كده من النشا او ثلاثه بس. انا بقى هكمل جنب حسام، وهو حسام لسه بيحكي معايا بقى عن ايه هيكمل. هو بعد 2012 عمل ايه؟ قول لي بقى بعد 2012 عمل ايه؟ 2012 اشتغلت في مسلسل او سيت كوم البنسيون، دي تعتبر كانت اول حاجه اشتغلتها. بعد كده بقى اهتميت بالموضوع اكتر، وكنت برضه بجانب الدراسه، يعني دي حاجه ما اتعرضتش للدراسه او الحاجه اللي انا بشتغلها. يعني كنت ملتزم بدراستك برضه ومجتهد وبتخلي بالك. بالظبط، دي حاجه ما اتعرضتش. يعني اي حد عنده مثلا موهبه تانية، هوايه ايوه، او هوايه تاني، ما ينفعش ان هو يعارض ده مع دراسته، لان الدراسه اهم حاجه عندنا. صح. طبعا انا مبسوطه منك انك قلت الكلام ده قوي. بالظبط، يعني دلوقتي الولد مثلا يحب يلعب كوره فيقول لا انا مش ههتم بالدراسه. لا بالعكس، زي المفروض تبقى حافز ليه. صح بالظبط. انا كنت بجانب برضه الدراسه بحاول ان انا اعمل مثلا كاستنج في كاستنج ايجنسيز، اروح اكلم حد، احاول ان انا اطلع في برنامج، احاول اعمل اختبار، كل ده برضه كان بجانب يعني. الدراسه. بالظبط. بعد كده في 2016 كان في مسلسل اسمه الاب الروحي، ده برضه كان مسلسل كبير جدا وفي ممثلين كتير جدا جدا جدا. ايوه. وده كان يعتبر يعني البدايه الفعليه ليا. هو كان اواخر 2016، كان برضه صديق والدي الاستاذ هيثم فتوح هو يعني رشحني في المسلسل ده، فبرضه كانوا عايزين اطفال صغيرين وبتاع. اه معانا صوره اهو من المسلسل وانت فيه اهو يا عم. ده مسلسل القمر اخر الدنيا، ده كنت عامله في رمضان 2020. ايوه. مذيع رند عبد السلام والمخرج تامر حمزه ما شاء الله، واستاذ سعيد صدقي، وكان معايا ممثلين كتير جدا. ده مسلسل الاب الروحي. أيوة. ده كان في اواخر 2016 واوائل 2017 ما شاء الله. ده كنت عامل فيه دور بهي، كنت أيوة. في الجزء الاول والجزء الثاني. ايوه. وطلعت في دار الايتام مع ميدو عادل ومحمد عز، وكان معايا ممثلين جدا ما شاء الله. وده برده من مسلسل واكلينها ولعه، ده أيوة. كان رمضان برده 2000 مش رمضان، كان في 2017 ما شاء كنت الله. عامل دور ميكانيكي بس امور هو في ميكانيكي سكر كده سكر العديد. كنت عامل دور ميكانيكي وكان اسمي شازيا، وده برضو مسلسل اسمه برنامج الابواب المغلقه. برنامج الابواب المغلقه كان بتاع استاذ جورج القرداحي. أيوة. بس من اول بقى 2018 2019 بدات اطلع في حاجات كتير، واشتغلت في حاجات اكتر، وعرفت ناس من الوسط الفني اكتر، واتمرنت اكيد اكتر. بالزبط. وبقيت احسن. صح كده بالظبط. حتى علشان انمي الحته دي فبدات ان انا اخد ورشه تمثيل مثلا، زي بيبقى زي تدريب كده. خدت مثلا ورشه النقابه طبعا، ورشه مع استاذ ميدو عادل، ورشه مع استاذ محسن. الناس المتخصصين دول مهمين. صح بالظبط. دي حاجه يعني الناس تقول لك ده بيطلع في التلفزيون ده خلاص كده طلع في التلفزيون، لا، الحاجات دي بيبقى ليها زي تدريب، لازم تتعود تتكلم ازاي، تقف قدام الكاميرا ازاي، دي كل حاجه بتشجعك ان انت لما تظهر وتعرف تتكلم وتبقى احسن. فالورش دي برضو كانت حاجه بتفيدني ان انا لما اطلع او اتكلم في مشهد او اعمل حاجه. دي كانت حاجه بتفيدني اكتر، ان انا ابقى واقف كويس، بتكلم كويس، شكلي حتى في الكاميرا كويس، اعرف امثل كويس، فكل الحاجات دي كانت بتفيدني. حلو. بس من 2018 بقى اشتغلت في الاب الروحي الجزء الاول والجزء الثاني، كنت عامل دور بهي وبرنامج الابواب المغلقه، كنت عامل دور علي واكلينها ولعه، كنت عامل دور شازيا والامر في الدنيا، كنت عامل دور شهاب، يعني الحمد لله اشتغلت في كذا حلو حاجه ده. كده انا مبسوطه بيك اولا، ما اعرفش ان انت يعني عامل حاجات حلوه كده، انت فاجئتنا. خليني طب اقول للمشاهدين انا عملت ايه طبعا. ونستكمل بقى اخر حاجه مفاجاه انت هتقولها لنا في الاخر. احنا حطينا البيض، حطيت طبعا فانيليا سايله، الكيك ده بيبقى جميل لو فيه فانيليا سايله، او اتنين باكت من الفانيليا الباودر، وحطيت عليهم الزبادي، وبعدين ضربتهم مع بعض، وبعدين ضفت ثلاث معالق كبار من النشا بس. هو ده الكيك، كيك خفيف ولطيف طبعا، الزبادي فوائده كتير. طب قولي انت اخبارك ايه في المطبخ بقى يا حسين؟ والله بصي يعني ساعد ماما ولا ممكن تقوم تعمل ساندوتش لنفسك، تعمل حاجه يعني عرفني. الصراحة كده لما انا ببقى جعان بخش اقلي لي بيضتين واعملهم، ممكن مثلا حته جبنه رومي او حطيتها في البيض، حته جبنه فلمانكا او حطيتها في البيض، يعني بعمل ميكس كده من البيض بحيث ان هي ايه المهم ان هو في الاخر بيض بس. بالظبط، تطلع اومليت حلوه كده اكلها في رغيف عيش او حاجه، وبعد كده ده كده يعني دي الحاجه اللي هي بتبقى سريعه على طول بنعملها. او انا بعملها كحسام، دي حاجه بتفيدني بس أو كده، انا باكلها على طول. بالظبط. ممكن اسلق شويه مكرونه بس مش كتير الصراحه، يعني اسرع بس كويس، حافظ على جسمك. بالظبط، اسرع حاجه بالنسبه لي البيض بس، وانا يعني من وانا صغير برضه طبعا بقف جنب ماما في المطبخ، بس ما كنتش بساعدها الصراحه، عارف اللي هو يعني حته البانيه تطلع كده زيك؟
اخويا يعني برضو؟ برضو يقف معايا في نفس المطبخ. دي مظلومه معاكوا في البيت. يقف معايا في نفس المطبخ، الاكل اللي يطلع على طول اللي هو بطاطس مقليه باكل بس، باكل بس بالظبط. لكن ان احنا بقى هقولك. يعني نساعدها ونقف معاها ونطبخ وبتاع، لا احنا بناكل بس. احنا متشكرين جدا يا حسام. بعدين قول ان انا هبدا اساعدها عشان كل الولاد والشباب اللي بيسمعوا دلوقتي يبقوا كده اكتف في المطبخ ويساعدوا ماماه. طبعا المفروض نساعد مامتنا في البيت، ما حدش يعمل زي وتاكل بس. ونسمع كلام الشيف عشان ما تزعلش. طيب بالظبط، ونسمع كلام الشيف ان احنا نساعد ماما عشان. انا عايزاك تجرب الكيك دي، خفيفه وجميله قوي. عايزاك تجرب التكنيك ده، ثلاث مكونات وانت اللي تعملها لماما بقى. اكيد طبعا، لانها على فكره مفيده جدا الكيك دي، فيها نسبه زبادي عاليه وفيها فيتامينز كثيره جدا وبتحسن الهضم وما فيهاش سكر خالص. وعايز اقول لك كميه الزبادي اللي فيها مهمه. ليه بقى انا كرمشت الورقه؟ علشان يعني ايه ما تلزقش، ان الكيك دي خفيفه قوي، سوفت قوي، ما فيهاش نسبه دقيق عاليه. فانا عايزاها تبقى طالعه من الورق، اشيلها بسهوله، ودي مهمه في الموضوع ده. طيب تعالوا بقى ندخلها الفرن 180 اهو على الشبكه في النص. بسم الله. هتاخد حوالي 15 دقيقه او ماكسيمم 20 دقيقه على حسب درجه حراره الفرن اهو. حلو كده، تسلم ايديكوا. طبعا يا شيف انت اي حاجه حضرتك بتعمليها بتبقى سهله وبسيطه، ربنا يسعدك يا حسام. واي حد ممكن يعملها وبتبقى طعمها حلو جدا. طبعا تسلم يا رب. ميرسي. انا شامم ريحه من عندي يعني، انا بس الحمد لله انا متماسك. لا ما تتوترش ولا حاجه. طب قولي بقى، احنا طبعا هنستسمحك، هنروح بريك طبعا. هنرجع بعد البريك بقى نحكي في الحاجه الحلوه اللي المفروض هي قربت تنزل طبعا. اكيد كلنا بقى بما اننا يعني بنحب برضو نجوم كتير طبعا. صح في الدراما وكده، فاحنا هنعرف منك اخبار حلوه. لكن هنستسمح حضرتك ونطلع استراحه. هنرجع بعد الاستراحه نستكمل مع ضيفي مع حسام، ونشوف اخبار الاكل اللي جايه ايه. في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. طبعا حسام يعني حاول يساعد، بصراحه انا بشكره طبعا، وبقول لمامته يعني يجي منه. اسمحوا لنا بقى، انا وانا وحسام في يعني في الاستراحه دي كنا بنتناقش على واقعه الكنيسه، الحقيقه اللي حصلت. طبعا اسمحوا لنا يعني نقدم تعازينا لكل اللي اصيبوا، كل يعني فقدوا في موضوع الكنيسه اللي حصلت ابو سيفين اللي في المنيره في امبابه. ويعني انا وحسام كنا لسه بنتناقش، فبيقول لي الموضوع ده يعني مؤثر جدا، وانا كده كنت بتابعه، فهل ممكن ابلغ تعزيه؟ قلت له طبعا. فانت بقى بلغ تعزيك طبعا لكل اخواتنا المسيحيين. طبعا انا احب ابلغ تعزيه لكل يعني الاسره واللي فقدناهم في الحادثه، كل اخواتنا المسيحيين اللي فقدوا اهاليهم واولادهم طبعا. ونحب نشكر طبعا محمد يحيى اللي هو يعني الشاب اللي انقذ يعني عدد كبير من المسيحيين اخواتنا طبعا. ونحب نقول له يعني ربنا يقومك بالسلامه، ودلوقتي يا رب. يعني يا رب لسه في المستشفى، بس ربنا يقومه بالسلامه ان شاء الله ويرجع لنا بألف سلامة ان شاء الله. بشكرك يا حسام، ميرسي طبعا، لمسه انسانيه جميله منك. احنا دلوقتي هنعمل كاردون بلو، انت بتحبه ولا ما بتحبوش؟ انا بحب يعني، بصي حضرتك اي حاجه فيها فراخ فانا بحبها. حلو قوي، بالظبط. طيب احنا هنعمله بطريقه سهله عموما، بس انا بقى ايه يعني هستسمحك انت تيجي الناحيه دي وانا هروح الناحيه الثانيه. اتفضل. واحنا هنبدا ننزل بس المقادير، وهنستكمل حديثي انا وانت عشان هسالك هشوف يعني اخبارك ايه كده في الكوره، حاجه قريبه مش هبعد قوي. خلاص. طيب نقول مقادير كوردون بلو. عندي صدور دجاج متقطع يعني شرايح، انا جبت الصدر كامل وهوري حضراتكم انا بحب اعمله ازاي. وعندي بهارات دجاج، عندي بابريكا، توم باودر، بصل باودر، ورشه من السكر، فلفل ملح وفلفل اسود، طبعا شرايح الروز بيف، في ناس بتحب تحط التركي مكانها مفيش مشكله، جبنه شيدر. للتغليف هحط بيض ولبن، ملح وفلفل، بقسماط، وممكن اضيف من النشا كمان. خلاص. هو وصفته بسيطه وسهله، وفي ولاد كتير بيحبوه، بيحبوه رول وبيحبوه. طب انت بتاكله رول ولا بتاكله زي ما انا عاملاه كده زي الصدور العاديه؟ لا انا بحبه زي الصدور العاديه اللي محشي في النص ده، بالظبط كانه فراخ بانيه كده مع المكرونه بتاعه. شوف بقى قال لك كانه اوكي، قال لك كانه فراخ بانيه عشان يعني عامل فيها فراخ بانيه. طيب بالزبط. انا هلبس بقى. عايزه اقول لكم هو وصفه اساسا من سويسرا، و طبعا اختلاط الثقافات ده والتجاره رايحه جايه نشرت حاجات كتير، ثقافات دينيه واجتماعيه، وكمان ثقافات ليها علاقه بالاكل والمطابخ المتنوعه. طيب بصوا بقى، انا طبعا ايه ده صدر كامل، دي الحته اللي انت عارف دي التشيكن ستريبس، دي الحته الصغيره اللي احنا بنقطع منها التشيكن ستريبس اللي هي اللي انت بتاكلها في تجيبوها من السوبر ماركت دي. ايوه. ها، ولو ان انا ضد المبدا ده عشان ابني هاريني في الموضوع ده. ولازم سبايسي لدرجه انه بقى يشتكي من بطنه
وانا بدات خلاص بقى ايه يعني اقدم بقى ايه يعني انه مش هينفع تاني دي ممكن نشيلها خالص ونحتفظ بيها ونعمل كده طبق كامل منها الستريبس خلاص كده اهو. انت بقى بتاكل صدر ولا ورك؟ لا انا بحب الصدر علشان بيبقى يعني غني بالبروتين اكتر. لا والله. أيوة. طب يعني رغم ان في ناس كتير تقول لك الصدر ده ناشف شويه. لا يعني اهم حاجه البروتين، يعني الشاب مثلا في سن لازم ياكل حاجات فيها بروتين كتير، فهو الصدر بيبقى. صدق انا بقيت اخاف عليهم في البيت. قلقت عليهم كده في البيت، يا نهار ابيض. طبعا طيب بص انا هفتح كده هنا حته كده، طبعا هو ده كبير بس انا هعمله كبير لان انا ايه عايزه يعني اعمله حلو. انا يعني لو هعمله على نفسي في بيتنا يعني. أيوة. مش دعوه الناس بتعمله ازاي. بص باخد كده وبفتح الجزء ده اللي جوه، طبعا هتبل تاني من جوه وهحط بقى مجموعه التوابل وهنشتغل سوا. هسالك بقى سؤال. اتفضل. كان في ماتش امبارح للايه؟ للاهلي طبعا. طب كان الاهلي ومين؟ الاهلي ومصر المقاصه طبعا. طيب جه جون، الجون ده رامي ربيعه الدقيقه 94. انا إيه حافظ اي ماتش للاهلي. طب جه ازاي الجون؟ الجون كان دفاع مصر المقاصه جت في ايد اللاعب، فبعد كده اتحسبت ضربه جزاء، فبعد كده رامي ربيعه حطها على طول. ما شاء الله. لا الولد طلع اي ماتش للاهلي. لا الولد شاطر واهلاوي اهلاوي طبعا. طب ايه؟ قولوا لي يا اولاد. طب استنى هسالك، الماتش ده كان في الكاس ولا كان في ايه؟ كان في الكاس. ايوه. ها اجابه صحيحه ولا خاطئه؟ صح؟ صح يا ولد، برافو عليك، شطور يا حسام. طيب هاخد كده رشه من الملح والفلفل، ما هو انت بقى خلاص كبرت ورحت الجامعه يبقى لازم نعاملك معامله الكبار. انا كان معايا ضيفه برضو اسمها زينه، ببعت لها تحيه طبعا هنا واقول لها يا زينه انت وحشتيني. كانت برضو ايه قعدت برضو تقول لي اغاني حلوه عن الاهلي. أيوة. طب انت ايه اكتر اغنيه بتسعدك لما تسمعها اول ما الاهلي بيكسب؟ انا يعني طبعا كنت بحب اغاني الالتراس ولسه بحبها، بس ممكن اغنيه الثالثه شمال. والله طب تقول لنا حاجه، انت تعرف تغني ولا صوتك وحش قوي؟ ممكن اهرب من الصراحه صوتي وحش يعني ما انصحش حد انه يسمعني. طيب خلاص ماشي ما تنصحش. طب طيب قولي بقى ايه المفاجاه الحلوه، يعني انا عرفت كده ان انت عملت فيلم. ايوه. يعني ربنا طبعا يوفقك ويكرمك مع حد من النجوم اللي احنا بنحبهم جدا. هو النجم مين بقى؟ انا لسه مخلص تصوير فيلم السرب مع استاذ احمد السقا. أيوة. وعمرو عبد الجليل، وطبعا الفيلم فيه يعني نجوم كتير جدا. أيوة. ان شاء الله الفيلم هينزل في احتفالات اكتوبر، يعني مش عايز احرق لكم قوي. لا ان شاء الله ما تقولش ما تقولش عشان تبقى مفاجاه. لكن احنا يعني ان شاء الله هنشوفه. اي حاجه للنجم احمد السقا اكيد هتبقى طبعا. جميله، وهو نجم جميل محبوب، بعت له تحيه طبعا من خلال البرنامج بتاعنا. بعت لك تحيه ان انت كان ليك. طب جت ظروف العمل ازاي؟ احكي لي بقى. انا طبعا كان ليا الشرف ان انا يعني اشوف النجم الكبير احمد السقا. أيوة. انا كانت اغلب المشاهد بتاعتي مع استاذ عمرو عبد الجليل طبعا، يعني استاذ عمرو عبد الجليل من ساعه ما انا وقيت على الدنيا ويعني افلامه مكسره الدنيا يعني. تمام. فانا اصلا يعني كنت بحبه من قبل ما اشوفه، فهو يعني فنان كبير طبعا ومجاله تحيه. ايوه. وانا بحب جدا الفنان عمرو عبد الجليل، فدي كانت حاجه حلوه جدا ان انا اشتغل معاه. طبعا برضه هو الموضوع كان ان انا بدات اشتغل وكده السنه اللي فاتت، فكان بيعملوا زي دايما اختبارات او اوديشنز، فبعد كده كلموني وبعد كده رحت عملت اوديشن. فدي كانت حاجه حلوه ان هم اختاروني من وسط مثلا كذا حد، والحمد لله يعني صورت وخلصت، وان شاء الله الفيلم هيتعرض قريب لكم ان شاء الله على خير وبالنجاح والتوفيق يا حسام بجد والله. قول لي بقى مين اللي شجعك اكتر في المجال ده؟ اكيد انا عارفه، هو انا عارفه الاجابه، هو انا عندي خلفيه تقريبا عنها بالاحساس كده. طبعا يعني الفضل كله يعود لربنا اول حد، ثم يعني والدتي هي دايما ربنا يخليها لك يا رب. دايما اللي بتدعمني ودايما اللي واقفه جنبي في اي خطوه باخدها، ودايما هي اللي بتشجعني ان انا اعمل كده او ما اعملش كده. وانا كحسام يعني الصراحه بعمل بنصايحها، لان حلو ده لو في حاجه ما بعملهاش بنصايحها بقى اللي هو لا انا عملت حاجه غلط. جدع والله. فبعد كده اتعلمت اللي هو لا يعني لو ماما قالت لي على حاجه اعمل كذا، فانا خلاص دايما امشي ورا كلامها على طول. ابعدي بقك عن المايك. دايما امشي ورا كلامها على طول وانا مغمض. حلو. فدي ده. حاجه يعني انصح طبعا اي حد ان هو يسمع كلام والدته طبعا، ده رقم واحد في الحياه ان انت يعني راي الاهل مهم يا حسين. بالظبط، راي الاهل مهم، ومش عشان انت بقى يعني بقيت شاب خلاص 18 20 سنه بقيت تعمل خلاص انت بقى. صح بالزبط. كده انا عاجبني كلامك قوي، كمل يا حبيبي انا سامعاك. بالظبط، لازم تسمع كلام والدتك او والدك في اي حاجه، لان هم يعني خبره اكتر عنك وفاهمين الدنيا عنك اكتر، فاكيد هم مش هيقولوا لك حاجه تضرك. اكيد. ولازم انت تسمع الكلام بس.
طيب انا دلوقتي هقول لحضراتكم انا بعمل ايه. انا طبعا خدت رشه من الملح والفلفل والبابريكا والبصل الباودر والثوم الباودر وتبلت الصدر نفسه يبقى ليه طعم منكه. تمام، هبص بس على الكيك كده لسه انا مهديه النار عليه. يبقى ليه طعم. وعلى فكره انا طلعت واحده صغيره كده، فاكره ممكن تعمل في الراميكانز الصغيره دي بيعمل كذا، بس هو طعمه حلو قوي، هدوق حسام منه اكيد. وبعد ما تبلت خدت بيضه حطيت معاها شويه لبن ورشه ملح وفلفل، وبعدين اخدت على البقسماط معلقتين من النشا، حطيت معاهم من الثوم الباودر والبصل الباودر والبابريكا وبهارات الدجاج. مهم قوي ان احنا كمان نخلي البريدنج ليه زي ما بيقولوا ايه طعم كده، صح؟ مش انت ساعات تاكل حاجه تحس كده ملهاش طعم شويه بالزبط. احيانا مش منكهه قوي كده؟ طبعا، حتى يعني ساعات باكل فراخ البهارات بتاعتها ما بتبقاش مظبوطه، فبحس اللي هو ناقصها حاجه. بالظبط، ناقصها حاجه، فهي يعني البهارات هي اللي بتدي طعم الاكل، بس مش كتير. ميال لاكل البيت يا حسام اكتر؟ يعني عارفه اللي في سنكم دايما بيميلوا الاكلات السريعه الجاهزه، ولا يقول حقيقه؟ هو انا الصراحه والدتي بتعمل اكل حلو، فيعني بالنسبه لان انا بقى اميل لاكل بره وكده، فلا انا بحب اكل البيت اللي ماما بتعمله عادي، واي حاجه بره هي ممكن تعملها لنا في البيت عادي، فاللي هو لا يعني لا خلينا يعني دايما في اكل البيت. بالظبط، اصح واحسن. بالظبط. طب ايه معلوماتك عن الزبادي طيب؟ غير ان هو يعني بيرطب و هو الزبادي يعني الزبادي فوائده في الحياه العامه. طيب الزبادي فوائده كتير، بيعالج الهشاشه وطبعا بيقوي العظام ما شاء الله، الله اكبر. وممكن نحط عليه شوفان ونعمل سكراب للبشره كده. ده انت غاوي ماسكات شكلك. يحسن البشره كده. ايوه، وطبعا ماما كانت عامله دايت فكانت بتحط عليه رده ولا هي بتاكل، اللي هو ايه ده تقول لي لا ده عشان بس ما اكلش حاجه كتير، واللي هو خلاص انا كده شبعت. حلو ده. انا الصراحه ما كنتش فاهم، بس قال لا ده هو كده ده الدايت انا. تمام خلاص. وممكن نحط عليه طبعا يعني شوفان، الشوفان بيعمل زي سكروب كده للوش، فدي حاجه بتفيد البشره طبعا. تمام. والزبادي طبعا مفيد في اي حاجه طبعا، لان هو غني بالمعادن. يعني انت بتاكل زبادي؟ ممكن تاكل زبادي عادي ولا تقعد بقى في رمضان بس؟ غالبا الولاد بيقعدوا يقولوا لا زبادي بس في رمضان في السحور. لا انا بحب الزبادي طبعا وفي السحور، ممكن مثلا احط عليه مانجا فراوله، فاعمل ميكس كده عصير ان شاء الله. فاكهه يعني. بالزبط. حلو برده. جميل ده، جميل. طيب قولي بقى لو عايز توجه رساله لماما تقول لها ايه؟ انا احب اشكر ماما على كل اللي هي عملته معايا، يعني مش السنين اللي فاتت بس، لا يعني من ساعه ما اتولدت طبعا. ان هي دايما بتدعمني ودايما واقفه جنبي ودايما بتساعدني على اي خطوه اخدها، وهي دايما اللي بتشجعني ان انا اكمل في الحاجه اللي حاببها والحاجه اللي انا بدرسها والحاجه اللي انا عايز اعملها. بتشجعني ان انا يعني اروح في كذا حته عادي، ما قلقش، مش اللي هو لا خليك في دراستك وبس. لا، انت ممكن تكون موهوب في حاجه ثانيه. بتساعدك انك تفتح مجالات انت حاببها تجرب فيها. بالظبط. ومثلا لما يعني قلت لها على التمثيل، اللي هو مش لا تمثيل ايه وما فيش حد وركز في دراستك وكده، لا هي دايما بتشجعني ان انا اخد مثلا ورشه، اروح اعمل اختبار في حته، حتى لو انا في فتره اللي هو زهقت بقى ومليت وبقالي حبه ما اشتغلتش في حاجه وما طلعتش في حاجه، بتقول لك هتيجي وان شاء الله تبقى الدنيا تمام، صح كده؟ بالظبط، دايما هي بتصبرتني وبتساعدني وبتقول لي لا انت هتعمل كذا وانت هتبقى احسن حد ولازم تكمل في الموضوع وما تيأسش ومش عارف. طيب معانا مدام سهير من الجيزه، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مدام سهير ازيك؟ شيف عظيم، اهلا بحضرتك يا فندم، منوره. منوره انت والشاب الجميل الممتاز دوت. الله يخليك. حسام الفنان الجميل. الله يخليك ويبارك في عمرك يا فندم، وتسلم ايديكم على الحاجات الجميله اللي انتم فعلا بتعملوها، يعني فعلا حاجه حلوه قوي، وحلوه قوي ان انت تجيبي لنا واحد متفوق كده وشاطر في كل حاجه. الله يخليك يا فندم، حتى اولادنا بيسمعوه ويتعلموا منه برده كتير. ربنا يوفقك يا حبيبي. ربنا يبارك فيك يا فندم، تسلمي. شكرا جدا لحضرتك والله، وكل اللي بقى قائمين على البرنامج. شكرا يا فندم، تحيه لحضرتك وميرسي على تواصل حضرتك معانا، تسلمي لنا يا رب. طبعا انا لازم اسقع الكاردون بلو، ما ينفعش احطه هو لسه كده. بصوا هنا دي متقطعه على شريحتين، بس دي بتستوي ما تخافوش، وهسويها معاكم. هناخد كده الزيت بقى، اول ما يبقى متوسط هجيبه على النار. شوفوا بقى انا دي طلعتها في الفريزر شويه بعد ما عملناها، هنزلها تاني في البريدنج. ليه؟ علشان بيعمل كده طبق التلج، الطبقه دي بتندي الطبق الغلاف الخارجي، فانا مش عايزاه ايه يبقى مندي، عايزاه يبقى مظبوط، وبتثبت كمان الطبقه الاولانيه اللي احنا عملناها اهو. بسم الله. وطبعا خلي بالنا انه الفريزر بيبرد من درجه حراره الزيت، فما ينفعش نحط اكتر من قطعتين علشان نعملهم. طبعا احنا جبنا شكل الكيك يا ولاد، هنجيبه، خلي ده هنا عشان نقدم عليه بقيه الايه. انا طبعا حشيت جوه الجبنه الشيدر بعد ما فتحته زي الجيب كده.
عايزين تدقوه بس شويه، ومش محتاجه اقفله والله، هو هيقفل لوحده وهيبقى تمام. هنزله تاني في بيض وبقسماط، هنزل كده في الخليط تاني طبقه كمان وهحطها هنا. بس انا افضل تدقوه بس شويه، انا ما حبيتش بقى ازعج حضراتكم بالدق وحسام معانا بيتكلم عشان نعرف نسمعه. والكيك بصوا طالعه جميله لطيفه جدا، يعني استغلوا علبتين زبادي عملوا لنا كيك لطيف سهل من غير سكر خالص، استغليناه مع معلقتين ثلاثه نشا ما فيش نسبه دقيق. والناس اللي عندها حساسيه تقدر تعمل بيه دقيق الذره، تقدر تعمل حتى بيه دقيق الرز، في حاجات نحط ثلاث معالق منه هيبقى رائع اهو. ده بقى لازم يدخل الفريزر يمسك وبعدين ينزل في زيت غزير. طبعا ايه احنا كده خلصنا تقريبا بنبص والله يعني انا اصلا مهديه الحراره على 170 لان لقيت ال 180 ايه اهو كده بقت مظبوطه، تبقى الحراره متوسطه هتطلع مع حضراتكم بعد 20 لا 20 25 دقيقه الدنيا هتبقى تمام. احنا قدامنا قد ايه يا حبايب قلبي؟ طيب قول لي بقى يا حسام، انت بعت رساله لماما؟ ابعت بقى رساله لبابا وعايز تقول له ايه، والاخوك الكبير كمان عايز تقول له ايه؟ يعني طبعا اخويا ووالدي احب اقول لهم يعني شكرا ان انتوا زرعتوا فيا حب الاهلي. طبعا حاجه حلوه دي طبعا، ما شاء حاجه الله ما شاء الله. من ساعه ما انا كبرت لا الاهلي ده يعني زي طقوس كده لازم نعملها في اي ماتش للاهلي، يعني حتى الفتره دي الاهلي بيلعب كتير، فاحنا برضه حتى لو حد وراه حاجه مهمه لازم كلنا بنتجمع ونتفرج على ماتشات الاهلي. المشاركه في حاجه انتوا كلكم بتحبوها بالظبط، كلنا بنتفرج على الماتش سوا وممكن نحلل حتى سوا يعني قبل ما نتفرج على الاستوديو التحليلي كمان ما شاء الله بالظبط، لو انت شايف دي فاول ولا لا ودي كده، بس طبعا ده من غير اي تعصب ومفيش اي حاجه. حلو ده، جميل حلو ده. الكوره لعبه جميله وكلنا بنتفرج عليها، فمفيش حاجه يعني مستاهله ان احنا نتعصب على الماتش او ان احنا نضايق نفسينا بس. فطبعا احب اشكر اخويا ووالدي لان هم مش ماما بس اللي بتدعمني طبعا، هم كمان بيدعموني طبعا وبيشجعوني ان انا اكمل في الطريق اللي انا واخده وكده، ودايما هم اللي بيقولوا لي يعني انت شاب المفروض ان انت بتعمل كذا حاجه، مش شرط تبقى ماشي في حاجه واحده وممكن تمشي في حاجتين وانت لحد ما تلاقي نفسك في حاجه معينه بالزبط. طب قول لي انت خلاص قررت تاخد طريق التمثيل، لو جالك شغل في اي مكان او كده ممكن تبقى كده وتحقق هوايتك ولا لا خلاص بقى انت هتاخد الطريق ده؟ هو طبعا يعني الهوايه ما تعرضش يعني الشغل، يعني انت ممكن تكون يعني بتعمل بالظبط، ممكن تكون بتعمل حاجتين في نفس الوقت، مش شرط ان انت مثلا بتحب الكوره فانت تتخلى عن شغلك بقى وتتخلى عن كل حاجه علشان انت ماشي في اتجاه الكوره. يعني مثلا برضه في الكليه بتاعتي في ثانويه عامه كنت بحب الاسباني وبحب ان انا ادرسه وبتاع، فلما جيت الجامعه برضه دخلت ان انا ادرس اللغه دي لان انا بحبها ويعني بحب اتكلم بيها واتواصل مع الناس. حلو ده، طب ما تقول لنا حاجه كده. ماشي ممكن يعني مثلا اقول زي تقديم كده اي حاجه، قدم نفسك يلا. ماشي ممكن اقول زي تقديم للبرنامج كده، قول اللي انت عايزه. يعني مثلا بوينوس دياس ا تودوس سوس سيجيدوريس دي نوستو بروجراما، بيان فينيدوس ا نوستو بروجراما دي لا كوسينا اسبانيولا اي لا كوسينا ايجيبسيا، اسبيرو كو ليس غوستي نوستو بروجراما اوي اوس باموس ا بريزنتار اونا كوميدا موي ديليسيوسا اي موي سبيسيال اسبيرو كو ليس غوستي. طيب المخرج بيقول لك انت مستغلنا دلوقتي اسوء استغلال عشان احنا مش فاهمين انت بتقول ايه، لو سمحت فصل الساده المشاهدين، انت قلت عشان معانا التليفون عايزين ناخده. انا بقول لهم يعني مرحبا بكم في البرنامج بتاعنا، وان احنا البرنامج ده بنقدم اكل كويس والنهارده عارف لو قلت اكل وحش هعرف على لا 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 نتمنى ان اكل النهارده يكون عجبكم. تسلم يا حبيبي ربنا يسعدك. طب ناخد معانا نهى، اسفين سيبناكي على التليفون حبيبتي. حبيبتي معلش حسام كان بيورطم بس بالاسباني فاحنا مش عارفين نقول لك حاجه. لا احنا استفدنا منه خالص. ربنا يسعدك. بس منوره. تسلمي، نور باتصالاتكم وبمتابعتكم معانا والله. تسلم ايديك، تسلم ايديك يا تسلمي. كل حاجه جميله، ربنا يبارك لك يا رب. الله يسعدكم حبيبتي، تسلميني. انا كنت عايزه بس اطلب منك طلب، انا ليا اصحاب اردنيين. ايوه. دايما هم انت عارفه اكلهم كده مميز. ما شاء الله. وانا يعني ايه بحب لما هم يجوا او نخرج ابقى متابعه معاهم الحاجات قوي. المسخن انا ما بعرفش اعمله كويس. يا نهار ابيض، احنا لسه كنا عاملين مسخن فلسطيني. ايوه وهم بيحبوه قوي بقى يعني. طيب ممكن تشوفي الحلقه دي على اليوتيوب بجد، ولو احتجتي اي اسئله عن اي وصفه ثانيه تقولي لي. عيوني حاضر. وسعيده باتصالك ومتابعتك بجد، شرف ليا حبيبه قلبي. سامي ربنا يبارك لك يا حبيبتي. امين يا رب لينا وليك يا حبيبتي كل السامعين.
شكرا ليكي يا نهى، ميرسي لاتصالك. بصوا بقى انا هخليك تقطع حته دلوقتي تشوفها لونه حلو ازاي. بصوا اي باينه. انا شامم الريحه من عندي. ما انت هتدوق دلوقتي بس استنى ما احط الحته اللي بقى. المخرج يقول لك اذا كان هو شامم الريحه من هنا. بصوا بقى انا بس عايزه حضراتكم تدقوه دقه صغيره. اللي عايز يخلي الصدر على اتنين بس بيبقى رفيع قوي، انا بحبه يبقى فيه تخانه شويه. معلش احنا العيله بتحب الهوبر شويه. يعني اذا ما كانش حته البانيه يعني بفتح الصدر ده وهو كامل كده وادقه فتبقى حته البانيه كبيره كده. وبعدين مش انا لوحدي، انا اكتشفت ان انا اختي كبيره كمان بتعمل كده في البوفتيك، فانا بروح عندها اقول لها ممكن اخد اتنين بطانيه من البوفتيك عشان بتعمله كبير قوي قد الطبق، يبقى ممتع بصراحه. طب احلى اكله بتحبها ايه من ايد ماما؟ المكرونه بشاميل. الله، هي بتعملها بطريقه مختلفه كده يعني، انا اكلتها في كذا مكان بره يعني. لا هي بتعمل حاجه مختلفه على طريقه طبعا استاذه لبنى عبد العزيز في فيلم من حواء. هي بتعمل حلوه برضه نجريسكو يعني. هي بتعمل فيها حاجه مختلفه، بتحس ان هي طريه قوي لدرجه ان هي بتدوب في البق كده بالظبط. والله تسلم ايدي، احنا لازم نجرب بقى. خلاص احنا كده هنجرب المكرونه بالبشاميل. طيب ما قلتش رساله لبابا. رساله لبابا طبعا يعني احب اشكرك جدا على وقوفك جنبي يعني. لو ماما بتقف معايا طاق فانت بتقف معايا ثلاث اربع طاقات، فانت برضه يعني الفضل كله قبل ماما يقعد لك طبعا. ربنا يبارك لك. انت اللي بتدعمني على طول، وانت دايما واقف معايا خطوه بخطوه سند كده وظهر كده صح. ربنا يخليهم لك يا رب. ربنا يبارك فيهم ويبارك فيك يا حسام. والله انت قدوه جميله للشباب اللي في سنك، انا سعيده بيك والله. ربنا يحفظك ويعني يخليك لاهلك ويخليهم لك. لانه بصراحه الشباب اللي بقوا يفكروا كده دلوقتي بقوا ايه يعني قليلين شويه صح. اتمنى يا رب ان كل يبقى الولاد يبقى عندهم كده فكره انه ايه، ان الاب والام دول حاجه مهمه قوي، يبقوا عارفين دورهم اللي بيعملوه بيتعبوا قد ايه عشان خاطر يسعدوا اولادهم. انا عملت اهو، بس انا هدوقك بقى اللي بتتحمر دي عشان ايه الطبق ده هنحطه هناك بقى نقدمه. حاضر. وانا هديك الحته دي كده في الديره بيننا وبين بعض. واحنا بقى كده يعني ايه قدمنا بشكل لطيف. عملنا المكرونه البيستو بصوص سهل وبسيط لكل اللي طلبوها. عملنا الكاردون بلو بطريقه بسيطه وسهله. اهم حاجه تحطوه في الفريزر، من الفريزر على الزيت. قبل ما يدخل في الزيت لازم نديله بس ايه تقليبه في البقسماط. اعملوا بقى ميكس التوابل معاه عشان يبقى البريدنج نفسه ليه طعم. حسام انت نورتني بجد النهارده. شكرا جدا لحضرتك. وشرفتني ومبسوطه بيك، وربنا يحفظك ويخلي لك بابا وماما. تحيه ليك ولكل اسرتك، وتحيه لكل متابعينا الكرام من خلال شاشه قناه الاهلي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا لحسن المتابعه وللتواصل، وميرسي ان انا اتيحت ليا فرصه ان انا يبقى معايا من جمهور الاهلي ناس جميله كده نعتز بيهم. اسمحوا لنا بقى احنا نطلع استراحه ونستكمل مع بعض، نروح للفقره الطبيه. معايا دكتور علاء الدين احمد اخصائي التغذيه العلاجيه معانا بعد الفاصل. كل اسئله حضراتكم جاوب عليها ان شاء الله، في انتظار حضراتكم.